بنت من خميس مشيط اسمها لينا، عمرها 13 سنة، خرجت من المدرسة مرجعتش تاني، والأم نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتم توزيعه على نطاق واسع تناشد الملك سلمان وولي العهد بضرورة إعطاء توجيهات السلطات المحلية والجهات المختصة لتكثيف الجهود بشأن ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً. وسوف أترككم الآن لمشاهدة كلام الأم. محروق قلبي على بنتي، بنتي فقد ذهب بعد خروجها من المدرسة ولم أجدها، بحثنا في كل مكان لم نجدها، وناشد الملك سلمان وولي العهد النظر في قضيتي وفي مساعدتي في الحصول على ابنتي في أسرع وقت ممكن، وأناشد الفرق المتطوعة مساعدتي في البحث عن ابنتي، وكل من يستطيع أو أن يعلم عنها شيء الرجاء إخبار.